حسين تمام جاهز. انا عليه بس انه يبوظ كل اللي اتعمل ويرفض يروح داعش. تقليش، انا عايز اقول لك ان انا وصلت مع المرحله ان هو اللي بقى اقترح دلوقتي حاجات. كويس كويس، الواد ده قلبه كويس، وعايز اقول لك ان موضوع اخوه مخليه واخد الموضوع ان هو طار قديم. طب اقول لك يا عمر، عايزين نسرع في سفره، خصوصا ان داعش مش هيشكوا فيه لانهم بيعتبر اخوه بطل مدفع عمليه استشهاديه. اتكل على الله بطل. كله على الله. يلا بينا. شوف يا حسين، على فكره لو مش حابب تشاركنا في مهمه زي دي عمرنا ما هنغصب عليك. ايه يا فندم اللي سعادتك بتقوله ده؟ لا طبعا اكيد حابب، انا بس ليا سؤال. اسال. هو انا لو نجحت في المهمه ديت ان شاء الله يعني هنخلص من الراس الكبيره؟ يعني بالبلدي هنقضي على الارهابيين دول؟ بص، انت مهمتك ان انت توصل لقائد التنظيم وتخليه يثق فيك. المعلومات اللي انت هتجيبها هي اللي هتساعدنا في ده. ايه؟ خفت ولا ايه؟ انا ما عنديش حاجه اخاف عليها غير امي واخويا الصغير يا فندم. طول ما هم بخير الدنيا وما فيها. انا بس مش واجع راسي غير ان احنا نخلص من العالم ديت، عشان ما يبقوش يضحكوا على حد تاني زي ما ضحكوا على اخويا. على فكره بقى، اللي ما بيخافش يا اما بيبقى مستبع يا مش فاهم، وانت ما ينفعش تكون حاجه من الاثنين دول. ما تقلقش يا فندم، انا مطمن لاني عارف انه مهما حصل هلاقيك في ظهري. انا مش فاهم انت ليه دايما متاكد ان انا في ظهرك يعني. نعم ليه يا فندم؟ انت حضرتك مش هتبقى في ظهري ولا ايه؟ بص يا حسين، اوعى الكلمتين اللي قلناهم دول يخلوك تفتح صدرك وتودي نفسك في داهيه. اي معلومه مهما كانت مهمه تتعوض، لكن انت مش هتتعوض.